Lundi prochain, j'ai rendez-vous avec mon kiné. Ça gare bien, dès qu'on arrive, il offre le café. العلاج الطبيعي والتأهيل الوظيفي هو فن وعلم يساهم في تطوير الصحة ويمنح المريض القدرة على فهم حركة الجسم، ويعمل زيادة على تصحيح وتخفيف أثار الأمراض والإصابات. ويشمل العلاج الطبيعي برشا مراحل من تقييم وعلاج ومتابعة وإعادة إدماج، وهو مرتبط بمختلف الأنظمة الصحية الأخرى. وفي إطار مزيد التعريف بهذا المجال، توجهنا لأهل الاختصاص باش يزيدوا يعطيونا فكرة ضافية عن الموضوع، وتطرقنا إلى أبرز الجوانب في هذا القطاع من مرحلة التكوين في التأطير ثم الممارسة. الكينيزيثيرابي ما هيش ريلاتيف كو فور توسكي ريدوكاسيون، هو مجال واسع نحاولوا نخدموا فيه يعني كل ما هو متعلق بالامراض بصفه عامه اللي هي متخصصه في المفاصل وكما حكينا في العظام وفي البيدياتري. تو تحل زاد لو دومين نتاع الارغوثيرابي اللي انا نشوفه معناها عنده اهميه كبيره برشا، وقينا معاه من النتائج بالكدا، ونشوف انه زاد لا كولابوراسيون افيك لي زيركوثيرابوت اي لو سكو افيك لي زيركوثيرابوت لي زاباريور اي تو نجم يعطينا ريزولتا خير بالنسبه لي سورتو لي مالادي نورولوجيك ولا لي مالادي كي كونسيرن لا بيدياتري اون جينيرال. لهنا احنا نخدموا اون جروب، معناها نحاول انا بالمعلومات اللي عندي وبالمعلومات اللي كما قلت لك ناخذها من نصائح من عند ناس خدمت قبلي حتى من عند لي انستيتور نتاعنا، كل شيء نحاول نوصل المعلومات. وهيك البي الفو با توجور معناها اتر دون لو كادر، نحاول معناها الانسان يعطي اللي نقدر عليه باش ينمي حتى ينمي القطاع في حد ذاته. الحاجه اللي تفرح بالنسبة للكينيزي ثيرابي اون جينيرال بارابور على قبل لي زاني كي بريسيت سي كو يلونا بوكو دون كادرمون قاعد يصير في لي كونغري ناسيونو اللي قاعدين فريمون نحتكوا افيك دي كونتاكت افيك دي كينيزي ثيرابوت اون فرون دو فرانس اي دي بي اوروبيان جون جينيرال. حضرت بوكو دو سيمينار فريمون سي ننصح بها كل المخصصين في العلاج باش يحضروا ديما اذا كان ثم معناه بطبيعه الحال يعني الاسيستونس نتاع لي تام جدد وكل شيء. القطاع هذا برك الله معناها ديما فيه جديد، اللي هنا بوكو دو نوفوتي الفو با سارتي بار لي كونيسونس اكيز دوبوي لي ستاج، و نحاولوا معناها بالقرايه الاحتكاك مع الطب نشوفوا الجديد، نشوفوا حتى لي بروتوكول يتبدلوا تو ديبون من لي تكنولوجي جديده في امراض مثلا العظام والمفاصل تو. بسم الله الرحمن الرحيم. امين رباعي اخصائي في العلاج الطبيعي. اول حاجه مرحبا بكم، حابين ان نستغلوا الفرصه هذه باش نعرفوكم بقطاع العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هي مهنة شبه طبية. المهنة هذه نجم نمارسوها في عدة قطاعات كما القطاع الخاص كما القطاع العمومي القطاع في المساحات الخاصة، نجم نمارسوها في 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 في, في شتى مجالات. العلاج الطبيعي نجم نمارسوه بعد الحصول على شهادة تعطى من المدارس العليا لعلوم وتقنية الصحة بكامل تراب الجمهورية، عند المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس بتونس بسوسة بالمونستير. العلاج الطبيعي هي مهنة هي تعتبر نجم نقول العلاج الطبيعي وإلا المداوات بالعلاج الطبيعي، خلافا لما يشاع أن العلاج الطبيعي هي تقتصر
كان على التمسيد، لا أنا نقول العلاج الطبيعي هي مجموعة من التقنيات، ومن بينها التقنيات ومن ضمنها التقنيات هو التمسيد اللي نبداو اللي نجمو نبداو به الحصة، وما هوش ضروري يكونوا نجمو نبداو الحصة بالتمسيد. احنا اخصائيين علاج طبيعي، التسمية الصحيحة هي اخصائي علاج طبيعي وتقويم الأعضاء، اخصائي في العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء. بمعنى العلاج الطبيعي يشمل عدة ميادين، منهم العلاج أمراض الروماتيزم، منهم علاج أمراض الجهاز العصبي مثل الشلل والإعاقات العضوية، الأمراض علاج الأمراض الصدرية، علاج مخلفات الكسور والجراحات والإصابات العضلية، وشتى مجالات نجمو نحكي فيها على العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هي مهنة، هي نقول أنا مهنة من المهن شبه الطبية اللي 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 اللي, اللي توا في وقتنا تو يلزمنا نحافظ عليها. أفاق مازالت محلولة، سيرتو مع تطور الكونفنسيون مع الكنام، مع تطور القطاع عامة، مع وعي المواطن بأهمية أخصائي العلاج الطبيعي في حياته، في سيرتو كونه أخصائي العلاج الطبيعي يتلها بكل نقطة في الجسم، اي نقطه تبدا من الراس حتى تمشي للطرف الصبع نتاع الساق، اخصائي علاج طبيعي يجمعنا يعني بها، كسوا في جميع الحالات اون روماتولوجي سكي امراض الغضروف يعني لي زارتروز سكي لي مالادي روماتولوجيك الكبار، كسوا في الاصابات يعني تروماتولوجي، كسوا في امراض الاعصاب لا نورولوجي، في امراض الاطفال، امراض الصدريه اسونسيلمون ولات برشا توا ديفلوبي في تونس، ولا يعطيو برشا ديزونكومبرومون برونشيك سورتو لي شي لي زونفون، معناها عمل كبير ينتظر اخصائي العلاج الطبيعي، دور كبير في المجتمع نهيك. كونو في لي ستاتستيك ريسونت او موند انتيي تبين كون هي ثالث مهنه محبوبه عند اي انسان، مهنه اخصائي العلاج الطبيعي لما تقوم دور كبير في المجتمع للانسان في جميع في شتى الإصابات اون جينيرال. احنا حبيت ان نعرج على نقطة هامة ياسر، هي تطور العلاج الطبيعي عبر السنوات، وهذا ما لاحظوه حسب الإحصائيات اللي موجودة عندنا. في السبعينات كنا نعدو 4 عيادات علاج طبيعي في ولاية صفاقس، توا في سنة 2013 عدد العيادات للعلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء بولاية صفاقس يناهز 180 عيادة علاج طبيعي. القطاع سي ترو ديفلوبي اون صفاقس puisque on compte presque 150 cabinets de physiothérapeutes actuellement à صفاقس. حبيت نعرج على نقطة أخرى هامة، اللي هو القطاع العلاج الطبيعي له صلة مباشرة وصيلة بكافة المجالات وكافة القطاعات. الأخصائي في العلاج الطبيعي في مهما قطاعه وين ما كان، في مصحة خاصة، في المستشفى العمومي، في جمعية تعنى بالذوي الاحتياجات الخصوصية، نقصد ذوي الإعاقات، في العيادات الخاصة، العلاج الطبيعي الأخصائي في العلاج الطبيعي ما يجمش يخدم وحده. الأخصائي في العلاج الطبيعي هو فرد ضمن مجموعة، المجموعة هذه لازم تكون متكاملة، من 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 طبيب، من أخصائي في العلاج الطبيعي، من ممرض، من باقي 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 الأطراف اللي اللي اللي, اللي تدور وتلتف حول المريض باش نعطيوه أكثر ما يمكن من العلاج باش نأهلوه. مش نقول لأخصائي العلاج الطبيعي راني أنا نخدم وحدي، لا، راك أنت يا أخصائي في العلاج الطبيعي تخدم ضمن مجموعة، أنا هذا نأكد عليه، تخدم راك ضمن مجموعة وضمن حلقة متكاملة. الطبيب ما يجمش يخدم بلاش علاج طبيعي، والعلاج الطبيعي ما يجمش يخدم بلاش فرملي، والممرض ما يجمش يخدم إذا كان الطبيب ما خدمش. هذا يكون متكامل مع الحلقة، وتو تبارك الله الاختصاصات موجودة. احنا العلاج الطبيعي يقول المداوات بالحركة، ثم المداوات بالعمل اللي هي الارغوثيرابي، وثم المداوات النطق وغيرها من الشعب
الشعب هذوما كلهم شعب شبه طبية. أكثر حاجة نمشي ولها هو تأهيل المريض متاعنا وإعادة إدماجه في الحياة العملية، في الحياة الخاصة، في الحياة المهنية، في الأخصائي العلاج الطبيعي. دوره هذا هو دوره، كونه يمارس مهنته بكل إخلاص وبكل تفاني في العمل، باش نرجع مريضنا في أقرب وقت، لأن مريضنا محتاجلنا في 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 يزمو يلقى منا الرعاية الخاصة. هذه رسالة نوجهها لجميع الأخصائيين، هذه رسالة نمس بها لخيان الكل. إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن لخيان الكل، وإن شاء الله عبر السنين هذوما نبرهنوا لكون العلاج الطبيعي هو قطاع لا يتجزأ من جملة القطاعات شبه الطبية اللي نتمناه كونه ديما في تطور مستمر عبر السنوات. أنا هذه نقطة نأكد عليها، وإن شاء الله بقدرة ربي لطرف الكل نجم يوفقنا ربي إن شاء الله كونه نحاولوا أقصى مجهودات كونه نكونوا في مستوى تطلعات العباد اللي خلت ثقتها فينا. المعاملة مع في العلاج الطبيعي بحكم الإنسان والباسيون بصفة عامة، لا فريكونتاسيون نتاعو براتيكمون نشوفو حتى 2-3 فوا بار جو بار سيمين، سامحني بار سيمين. دونك فما نوع من سكون ابيل لا فالور ايمان تحسها، معناها تشوف المريض 3-4 مرات في الجمعة دونك تشعر بيه وكأنه خوك، تحاول تعطيه البلوس باش تلقى معاه ريزولتا. حاجة ثانية مهمة ياسر للأخصائي العلاج الطبيعي هو دوره الاجتماعي، كونه معروف، كونه الأخصائي العلاج الطبيعي يقعد أكثر، معناها مختص في الصحة ولا في الطب عامة، أكثر بروفيسيونيل يقعد مع المريض يحكي معه على مدى ساعات. يعني فهمت كيفاش قاعدة مع أخصائي العلاج الطبيعي دوم ساعة الجلسة اون جينيرال، والساعة هيك تتكرر 12 مرة، كما تتكرر 30 مرة، تجم تتكرر 100 مرة. دونك تولي فما علاقة وطيدة بين المريض والأخصائي العلاج الطبيعي اللي يخليه عنده دور اجتماعي كبير، يطلع على أسرار العباد ويجم حتى المريض يطلع على أسراره. يعني علاقة ديما تكون وطيدة بين المريض والأخصائي العلاج الطبيعي، وثقة كبيرة ياسر اللي يحضوه، كون المريض يعطي ثقة كبيرة في الأخصائي العلاج الطبيعي اللي خليها مهنة تجم تقول من بيوسكيل. أنا نحكي على مهنتي حتى نحبها ياسر، من نحسها من أحسن المهن الموجودة. إعادة إدماج المريض في 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 حياته المهنيه، لا نتبعوا المريض من في احنا اغلبيه المرضى نتاعنا من بعد نشوفوهم ماشي معاك في الطريق العام، يعرضك في اي شارع، في اي مكان، في اي يسلم عليك ويحضنك لانك انت قمت بعمل جبار ورجعته لحياته الطبيعيه. رئيس جمعية تقنيات وعلوم العلاج الطبيعي، جمعية هي نقولوا ريسونت في صفاقس، باسكو تكونت اون 2011، المطلب كان قبل الثورة، معمل التأشيرة خذيناها بعد الثورة. هي ثاني جمعية تعنى بالعلاج الطبيعي في تونس بعد جمعية أخصائي العلاج الطبيعي التونسيين. جمعية هذه تعنى بتسكي تقوية لي كومبيتونس تاع الكينيزيثيرابوت. تلمنا جميعا في صفاقس حيث العدد متاعنا كبر، تعدى 700 أخصائي علاج طبيعي في صفاقس، ونعد بالآلاف في تونس كاملة. رينا كونه الجهة تستحق كونه نعملوا هيكل يتلها بالمتيه. فيما يخص الجمعيات اللي من الجمعيات اللي ينشطوا فيها الأخصائيين علاج طبيعي اللي هي متوفرة توا في 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 كامل تراب الجمهورية، عندنا جمعية تونسية لأخصائيين علاج طبيعي APT، منعبروا عليها بالAPT، جمعية علوم وتقنية العلاج الطبيعي ASTP، Association de Sciences Techniques de Physiotherapie، مقر متاعها بالمدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس، جمعية حديثة، والحمد لله توا قاعدين نخطاو بخطى ثابتة بقدرة ربي نحو تطور، وإن شاء الله بقدرة ربي يوفقنا باش نساهموا أكثر ما يمكن في تطور القطاع بولاية صفاقس وخارج ولاية صفاقس. به هذايا توا وجمعيات أخرين انفتحت
انفتحت على جمعيات هذوما بتطور العلاج الطبيعي في كامل تراب الجمهوريه، مثل الجمعيه لاسوسيسيون، جمعيه لاتيما، وجمعيه لاتيما من لاسوسيسيون دي سيونس دي ثيرابي مانويل، والجمعيه موجود العديد من الجمعيات اللي جمعيه مرضى العضلات، جمعيه موجودين العدد الجمعيات كبير، وعدد الغرف النقابيه. مش نعرج شويه نقطه صغيره على 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 الغرف النقابيه. الغرف النقابيه حسب تواجد الاخصائي العلاج الطبيعي في 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 في, في خدمته، اذا كانوا موجود في 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 في, في المستشفيات العموميه يتبع نقابه الاخصائيين، يتبع نقابه المستشفيات. اذا كانوا موجود في القطاع الخاص ثم موجودين النقابه الوطنيه لاخصائي العلاج الطبيعي في القطاع الخاص، اللي هي عندنا غرفه وطنيه اللي تشرف على غرف جهويه. الغرف الجهويه موجودين في كامل تراب الجمهوريه على حسب ترتيب الولايات في كامل تراب الجمهوريه. الغرف النقابيه هذوما تخدم مع الجمعيات هذوما لفائده تطور العلاج الطبيعي في كامل تراب الجمهوريه. راهو لا فرق بين جمعيه من شانها عندها اهداف ثقافيه علميه بحته، والغرف النقابيه تدافع على الميدان العلاج الطبيعي وين ما يختص، وين ما يعمل الاخصائي في العلاج الطبيعي. هذا باش يكونوا واضحين. ولكن الجمعيات اللي تعنى بالعلاج الطبيعي والنقابات راهم الزوز يتلاقوا في نقطه، الحفاظ على اخلاقيات مهنه اخصائي العلاج الطبيعي، الحفاظ على اخلاقيات مهنه اخصائي العلاج الطبيعي. هذايا ندوا به العلاج الطبيعي، اخلاق 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 او لا يكون. Alors le rôle des moniteurs dans la formation des étudiants en physiothérapie il est déterminant, il est important. C'est les moniteurs qui vont donner les techniques de base, que ce soit théorique ou pratique. C'est les moniteurs qui encadrent durant 3 ans les stagiaires kinés dans les services. Et c'est le moniteur qui va évaluer et va juger sur le niveau de l'étudiant. Mais à ne pas oublier qu'avec les moniteurs, il y a tout un groupe important des médecins, des paramédicaux, des enseignants paramédicaux, pour donner à cette formation l'importance. L'École supérieure des sciences et techniques de la santé de Sfax, elle est connue du niveau important des étudiants, et cela, parmi les raisons, c'est ce rôle important et déterminant des moniteurs. Les étudiants en physiothérapie reçoivent une formation de 3 ans. Une formation théorique, une formation pratique et une formation pratique avec du stage pour faire leur diplôme de physiothérapie. La durée de la formation des étudiants elle est de 3 ans, où dans la première année, les étudiants reçoivent les sciences physiothérapiques, c'est les techniques de base. C'est avec que l'étudiant va rentrer dans les stages en deuxième année, en troisième année, avec des formations d'anatomie, de physiologie, c'est très important pour les cadres paramédicaux. En deuxième année, c'est les techniques
appliquées, c'est les techniques appliquées en traumatologie, c'est les techniques appliquées en rhumatologie, en neurologie, en orthopédie, en médecine de sport. Et en troisième année, c'est les techniques spéciales en électrothérapie, en drainage lymphatique et plusieurs autres techniques. À ne pas oublier qu'en deuxième année et troisième année, les terrains de stage sont ouverts pour les étudiants en physiothérapie. En première année, deuxième année et troisième année, je dis bien, le moniteur, il est avec l'étudiant. Sans oublier, j'espère que je n'oublie pas, mais je vais citer quelques ou les moniteurs qui ont suivi cette formation dès la naissance de la physiothérapie à Sfax. À ne pas oublier la première, Madame Mejda Jeradi, pas oublier Monsieur Mondar Hadar qui a réalisé quelques mois avec les moniteurs, Monsieur Faisal Zida qui est parti en libre pratique, Madame Taysir Abdelmoula, Madame Inès Tassouri, Madame Nisaf Samet, Madame Shiraz Triki, et les deux nouveaux, Madame Limlo Saif et Madame Imen Zour, sont tous sont à la disposition de cette formation. وفي إطار التعرف على دور العلاج الطبيعي في المجال الرياضي قمنا بزيارة المركز الإقليمي للطب وعلوم الرياضة وهو المركز العمومي الوحيد من نوعه في ولاية صفاقس وكانت لنا لقاءات مع أخصائي هذا المركز باش يعرفونا على دوره وأهم الوظائف والتجهيزات المتوفرة فيه Centre sectoriel de sciences et médecine de sport de Sfax, c'est un grand centre qui peut admettre des sportifs de haut niveau, de l'équipe nationale, des équipes régionaux, ainsi que des équipes sportives comme le CSS, le club sportif sfaxien, ainsi que RALUI, SRS, 3S et tout ça. Les sportifs ou les patients qui sont admis dans notre centre de rééducation sont des sportifs de hand, de volley, d'haltérophilie, d'athlétisme. Et la kinésithérapie, l'unité de rééducation de kinésithérapie, elle a beaucoup de rôles dans le centre, dont essentiellement c'est la rééducation des sportifs, ainsi que l'encadrement des étudiants de deuxième année physiothérapie, ainsi que l'encadrement de PFE pour les étudiants de troisième année physiothérapie. Dans notre centre, les pathologies les plus fréquentes sont les entorses de la cheville, les lésions musculaires, les ligamentoplasties, surtout le ligament croisé antérieur ainsi que postérieur, les syndromes rotuliens, les tendinites de l'épaule, ainsi que les traumatismes, les fractures au niveau du pied, au niveau du bras. Le rôle du kinésithérapeute du sport est ainsi qui peut être divisé en deux, soit un traitement préventif. Au sein de l'équipe sportive, c'est prévention surtout, prévention des infections à distance, l'hydratation, les chaussures, l'état de terrain, tout ça. Il veille à tout ce qui intéresse le sportif, ainsi que un traitement rééducatif. C'est le traitement sur terrain qui est le fameux grec et le traitement rééducatif suivant le diagnostic ou la pathologie qui intéresse le sportif. On va présenter le matériel dans notre centre sectoriel de médecine de sport Sfax. On va commencer par l'appareil électrothérapie. C'est un appareil combiné, c'est-à-dire électro et ou ultrasons. Électro dans un but, on l'utilise dans un but
antalgique et électrostimulation. Ou l'ultrason antalgique et défibrosant. On a aussi l'infrarouge. On l'utilise comme antalgique. Ici aussi, c'est un vibromasseur. On l'utilise dans les massages de récupération pour les sportifs. Pour le matériel de mécanothérapie, on a le mécano pour la cheville, récupération, dégâts d'amplitude ou bien renforcement. On a aussi cet appareil pour l'épaule. Ainsi, la polythérapie, on l'utilise dans renforcement musculaire ou bien des récupérations de gains d'amplitude. Ici, c'est une chaise quadrichaise, on l'utilise dans un but de renforcement. On a aussi les ballons de Klein comme matériel de proprioception. On a le trampoline. On a le plateau du Freeman rectangulaire et aussi le plateau circulaire. Finalement, on a le matériel de cryothérapie. C'est une aircast avec ses accessoires. Bien sûr, comme tu le sais, le rôle du kiné, نحكي اجون باراميديكال كيما نحكي على الاجون ميديكال في ليكيب سبورتيف امبورطون تري امبورطون و دو جور ا جور واللي معناتها الرول يكبر نتاع الميديكال اي باراميديكال اي سورتو الكيني تو ما ثماش كلوب كيلك سوا دي ديسيبلين كل سوا معناتها نحكي على ديسيبلين سوا جماعي والا فردي انديفيديوال ولا كولكتيف انه الكيني دو تيتر بريزون و بريزون بقوه سوا بور معناتها الريدوكاسيون معناتها دي بلوسور ابري دي تروماتيزم دي سبور والا اون دوهور دي تروماتيزم تحضير الجوار للكومبيتيسيون للزونترينمون les différents traumatismes, les différentes lésions, bon, selon la discipline, selon le jeu, mais les différentes lésions, surtout pour les sportifs, les lésions musculaires et les lésions articulaires. Devant vous, exemple d'une croisée LCA, hein, opérée en douche quelques jours, quelques semaines, où le rôle du kiné ici est très très important, fait la préparation du joueur, la rééducation qui va durer 3-4 mois, hein, et le joueur il est avec le kiné. Et donc les lésions, important, les lésions graves et douma, que le rôle du kiné est très important pour l'avenir du joueur. N'importe quoi les autres lésions les ordinaires que n'importe quel jour, les contusions, les tendinopathies, les entorses bénignes. Douma les lésions douma zghar et n'aïchou fihim yawmin les kinés de sport. Mais l'expérience du kiné, le rôle important du kiné, fait les lésions, qui sont importantes. Bien sûr, dans les tawa, mon chef de file, zarba mon ana dia mtai, dans les qui fait le tlaa mon biya parsha, dans les hassel li mon le hal mtai ou qad mon tawa hass mon fi le tahassun mon يوميا معنا بالسيونس معنا نتاعو وكل شيء قاعد معنا نحس معنا انا ديما خير وقاعد معنا هو يعاون معنا فيا برشا
باش يقدم أخصائي العلاج الطبيعي الخدمة والرعاية الكاملة بطريقة علمية سليمة، يجب العمل على أساس علمي وبمستوى تفاهم قوي مع الأطباء وأخصائي العلاج، ولهنا نوصل لأحسن نتيجة ممكنة وللهدف المنشود واللي هو صحة المريض. Prochain, j'ai rendez-vous avec mon kiné. C'est un gars gros, faut pas lui dire, son régime a foiré. Mais non, je plaisante, c'est même pas vrai, faut pas te vexer.